عشان كده يعني يسعدنا كمان يكون معانا حد يتكلم عن الكرة الإيطالية بشكل كبير، وخاصة لو كان مسؤول دلوقتي هو مسؤول في الكرة الإنجليزية، هو المدير الرياضي لفريق واتفورد الإنجليزي، لكن كمان هو إيطالي. كريستيانو جارييتا ده طبعا هيكون معانا عبر سكايب، وهنتكلم معاه في كل المواضيع ما يخص الكرة الإيطالية وغياب الفرق الإيطالية عن دوري أبطال أوروبا، كمان نتكلم على الدوري الإنجليزي بشكل أكتر موسع بشكل أكبر. طبعا كريستيانو بنرحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. مساء الخير، مساء الخير على الجميع. أنا سعيد بتواجدي على شاشة ثاني أكثر الأندية تتويجا بالبطولات القارية في العالم، واستغل هذه الفرصة بأطيب التمنيات لجماهير الشياطين الحمر بالتوفيق للنادي الأهلي غدا في مباراة الشامبيونز ليج الأفريقي. كريستيانو شكرا ليك على تواجدك معنا على قناة النادي الأهلي. خليني أبدأ الحوار بيوفنتوس، إزاي شفت الهزيمة الكبيرة لليوفنتوس أمام فيا ريال امبارح بثلاث أهداف، وعدم وجود أي فريق من الدوري الإيطالي في الثمانية أو الدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا؟ دعني أكون صريحا بكل صدق، لم أنتظر أن يهزم اليوفي أمام فياريال، أتحدث عن الهزيمة من الأصل، لكن أن يهزم اليوفي بثلاث أهداف مقابل شيء في اليانج ستاديوم في تشامبيونز ليج من فياريال وهو فريق على الورق ليس أكبر ولا أقوى من اليوفي، لكن للأسف اليوفي فرط في الفوز في مباراة الذهاب ودخل مباراة العودة بالأمس بطمأنينة، ولهذا اليوفي خسر المباراة لكن خسارة ثقيلة. دعني أقول عبر قناة الأهلي بالنسبة لبطولة الشامبيونز ليج، الفرق الإيطالية تعاني معاناة كبيرة جدا لم ننتظرها من جميع الفرق الإيطالية، لكن الفرق الإنجليزية هي أكثر نجاحا وأكثر قوة، وهذا يظهر في الفنيات الكبيرة للعب. ودعنا أقول لك ليس سهلا أن يفوز فريق إيطالي في هذه الأيام ببطولة الشامبيونز ليج، لكن الفرق الإيطالية لديها تكتيك عالي لكن لا يستطيعون أن يجاروا الفرق الإنجليزية الأخرى. على عكس التوقعات كريستيانو، كل الناس كانت متوقعة بعد فوز المنتخب الإيطالي باليورو 2020 أن يكون هناك طفرة في الكرة الإيطالية. هل مستوى الكرة الإيطالية وقدوم أو اقتراب التصفيات والملحق الأوروبي للكأس العالم في بعض المخاوف بالنسبة للجماهير الكرة الإيطالية ومحب الكرة الإيطالية في عدم تواجدها للمرة الثانية على التوالي في كأس العالم القادم؟ القلق موجود، دعني أكون صريح، هناك قلق من مباراة البلاي أوف. لا أستطيع أن أنكر ذلك، مقدونيا الشمالية على الورق ليست أقوى من إيطاليا لكنها فازت في ألمانيا وتأهلت كثاني مجموعتها، إذن الرؤوس متساوية، يجب أن نحترم مقدونيا الشمالية قبل التفكير في المباراة الأخرى، مباراة البرتغال أمام تركيا، لكن أتمنى أن نفوز في الأول على مقدونيا الشمالية ثم نفكر في المباراة. القلق موجود ولكن يجب أن نأخذ مباراة ثم الأخرى، ويجب أن نكون صريحين مع أنفسنا، الكرة الإيطالية تعاني وهناك قلق من مباراة مقدونيا الشمالية أيضا، وهذه أشياء صعبة تمر بها الكرة الإيطالية. طيب بالنسبة لملف الكرة الإيطالية، من واقع خبرتك الكبيرة كمدير رياضي طبعا لواتفورد دلوقتي للسبورت دايركتور، ومن خبراتك السابقة، إيه اللي ناقص الكرة الإيطالية للرجوع مرة تانية لسابع عهدها؟ قبل كل شيء منذ 10 سنوات عندما كان اللاعبون الأجانب وعندما كان الدوري الإيطالي واجهة تجلب جميع نجوم العالم كنا الأفضل، لأن كانت لدينا أشياء كثيرة لن تجدها في البريمير ليج. ودعني أقول لك، صلاح عندما كان اللاعب المصري عندما كان في السيريا في الدوري الإيطالي كانت أسهم الدوري الإيطالي في العالي،
هل تعلم أن صلاح عندما غادر الدوري الإيطالي وذهب إلى إنجلترا هذا يقلل من أسهم الكرة الإيطالية؟ ليس هو فقط، لكن جميع اللاعبون عندما تغادر الكرة الإيطالية يقل الأسهم. لكن الكرة الإيطالية والدوري الإيطالي له طابع خاص، طابع دفاعي. إذا ما قمنا بمقارنة الدوري الإيطالي بالنسبة للاعبين وبالنسبة للدوريات الأخرى، صعب على أي لاعب يتأقلم في الدوري الإيطالي. لكن ينقصنا أشياء كثيرة. يجب أن توجه السؤال إلى الاتحاد الإيطالي. هناك أشياء يجب أن نتعلمها من البريمير ليج. ها هنا أنا إيطالي وأعمل في واتفورد في إنجلترا، لكن كما ذكرت أفضل اللاعبين الآن في إنجلترا. هاخد من كلامك بالنسبة لمحمد صلاح، وأكيد لما تقول محمد صلاح أكيد هنتكلم عن تجديد التعاقد ليفربول مع محمد صلاح الفترة اللي جاية. من خلال تواجدك هناك وطبعا يعني متطلع على كل الأجواء خلال الفترة اللي فاتت، هل محمد صلاح سيتواجد مع ليفربول يعني الفترة اللي جاية، ولا محمد صلاح هيكون له وجهة أخرى يعني؟ أعتقد أن صلاح سعيد بتواجده في ليفربول. وبكل طبع لديه العديد من العروض التي انهالت على صلاح في الأيام الأخيرة، خاصة بعد وصول اتفاق وكيل أعماله مع الإدارة إلى طريق مسدود. لكن بعد ظهور صلاح بالأمس في مباراة الأرسنال، أعتقد أن الأمور في الأيام القادمة قد تكون بأفضل شيء للفرعون المصري. لكن بكل طبع من وجهة نظر الشخصية، إذا كان على ليفربول أن يفوز بالدوري الإنجليزي والبطولة الأوروبية، يجب أن يبقى صلاح في ليفربول. إذا كانت إدارة ليفربول لديها وجهة أخرى، وإذا كانت لديها رغبة أخرى، أو كانوا تعاقدوا مع جناح آخر من أجل التخلي عن محمد صلاح، قد يكون رهان صعب وقد يدفعوا ثمن اختيارهم. ليفربول فريق كبير، لكن صلاح خلق جو عظيم في فريق ليفربول. بالنسبة لي أنا لا أرى محمد صلاح في فريق آخر غير ليفربول. طبعا بالنسبة للبريمير ليج وواتفورد، واتفورد أكيد من الأندية اللي كان ليها سابق وعهد في البريمير ليج بصولات وجولات. أين واتفورد دلوقتي، وخاصة أن في مدرب ذو خبرة كبيرة جدا روي هوتسون، ويمكن روي هوتسون كان أحد المدربين اللي اتشرفت بالتدريب معهم في سويسرا، مدير فني على مستوى عالي عنده خبرات كبيرة. لكن أين واتفورد الآن، وما طموحات واتفورد في الفترة اللي جاية؟ قبل أي شيء، آخر 10 سنوات واتفورد كان قريب ولعب على مقاعد أوروبية تأهيلية. قمت بعمل كبير وتم انفاق العديد من الاموال في جميع انحاء اوروبا من اجل ان يكون واتفورد في الواجهه وان يصارع الكبار. لكن دعني اقول ان واتفورد الان هو فريق من فريق يصارع على مقعد في اوروبا الى فريق يصارع على الهبوط. لم نتعود على ذلك. انت ذكرت ان بريمير ليج بطوله الدوري الانجليزي بطوله صعبه، لكن لدينا مشاكل اقتصاديه هي ما اثرت على وضع الفريق وجعلت الفريق في وضعه الحالي. لكن اتمنى ان نكون في مكان هادئ، ثم سنعود العام القادم ونلملم الأوراق. لكن اختلاف كبير بين واتفورد 10 سنوات ماضت وواتفورد الآن. لكن دعنا نتحدث عن عائلة الفينس والعائلة المالكة لواتفورد. نجتمع دائما وأنا أتحدث من مكتب واتفورد في إنجلترا. أتمنى الأفضل لنا في العام القادم. كل التوفيق طبعا لواتفورد في خلال السنوات القادمة. لكن خليني أسألك برضو كريستيانو عن المنافسة الشديدة على الفوز بالبريمير ليج بعد اقتراب أو يعني تقليص الفارق ما بين المان سيتي وليفربول إلى نقطة واحدة. البريمير ليج شايف رايح لفين، ومن سيكون بطل البريمير ليج السنة دي؟ ذكرت من قبل أن ستكون مواجهات كبيرة. 69 نقطة ليفربول، 70 نقطة مانشستر سيتي. نقطة فقط هي من تبعد السيتي عن ليفربول.
هناك حديث عن الورق، جميعنا نتحدث في المكاتب على الورق، لكن هناك مباراة ستكون أو كانت في 10 مارس، مباراة سيتي ومانشستر يونايتد، حددت بأكثر من سيكون بطل البريمير ليج. هذا ما يعني من وجهة نظري أن مانشستر سيتي المفضل لكي يفوز بالدوري الإنجليزي، أيضا ليفربول. ومن وجهة نظري أعتقد أن مباراة السيتي وليفربول ستحدد بطل الدوري الإنجليزي. ما فيش شك في كده. أخيرا كريستيانو، من خلال بكرة هيكون في قرعة طبعا دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، من خلال رؤيتك لمباراة اللي فاتت وأسماء الأندية اللي وصلت لدور الثمانية، مين المرشح الأبرز للحصول على يعني الشامبيون ليج السنة دي من خلال وجود أندية كبيرة جدا جدا في دور الثمانية؟ ما guarda, mi voglio ribattere ancora, a me piace molto il Liverpool, sono sincero perché دعني اكون صريحا وانا صريح معكم ولا استطيع ان اخفي ذلك، انا اعشق ليفربول لان ليفربول لديه مدرب جيد ولديه شخصيه كبيره، ظهرت بالامس في مباراه لندن امام الارسنال. بالنسبه لي اعتقد ان ليفربول لاعبي ليفربول هناك حالة اطمئنان لديهم أنهم قد يفوزون بالشامبيونز ليج. من وجهة نظري ليفربول المرشح الأقوى للفوز بدوري أبطال أوروبا. أو كي أكون صادق أو أكون صريح، يلعب الفاينل ثم نرى من سيذهب، لكن ليفربول في الفاينل. كريستيانو جياريتا المدير الرياضي لنادي واتفورد، بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا، وكل التوفيق لنادي واتفورد إن شاء الله في المرحلة القادمة. شكرا جزيلا. شكرا لكم وشكرا لقناة النادي الأهلي على استضافتي، كان فخر لي التواجد على شاشة قناة الأهلي، وأتمنى التوفيق لكم ولفريقكم. كريستيانو شكرا، شكرا جزيلا تواجدك معنا.